السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقة بنقدم لكم مشروب اللي غادي يهنيكم من المشكل ديال القولون العصبي أو المزوي، وباش نتخلصوا عاوتاني من الإمساك. مكون واحد هو الخروب كما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديالو. قبل ما نتكلم لكم على هذه الوصفه ديال اليوم اللي هي عباره على مشروب، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتي وصفات امينه لاول مره، كنتمنى منهم يشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. ممكن اخواتي اخواني تستعملوا هذا الخروب، هذا يكون مطحون على شكل بودره ولا على شكل قرون، هكذا لكم الاختيار. اللي بغيت ناولو على شكل قرون غادي تناولي اختي او اخي جوج القرون من الخروب في اليوم، واحد في الصباح والاخر والثاني في المساء بعد ما غادي تغسلوهم مزيان، ومن المده ديال 7 ايام حتى 10 ايام من اللي غادي تتبعوا هذه الطريقه هذه ديال تناول جوج القرون من الخروب في اليوم الواحد. طيله هذه الفتره غادي تحسوا بواحد التحسن كبير، وخصيصا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من اعراض القولون العصبي وعندهم اضطرابات في الجهاز الهضمي. هذه طريقه سهله بزاف بالنسبه للناس اللي ما عندهمش شي مطحنه كهربائيه قويه باش يطحنوا هذا الخروب، وبالتالي يحصلوا على البودره ديال قرون الخروب، ولا ما عندهمش باش ياخذوا الخروب على شكل بودره. من الاحسن دائما نطحنوا المكونات اللي بغينا نتناولوها عندنا في البيت. الا ما كانش عندك اختي هذيك المطحنه الكهربائيه اللي كتكون قويه، من الاحسن تناولي الخروب هذا هكذا على شكل قرون وصافي اختي، راه كتبقى نفس الفوائد. الخروب كما شفتوا معايا هذا هو الشكل ديالو، كيكون الثمن ديالو بسيط. المهم الكميه غادي تاخذي الخروب 5 دراهم حتى 10 دراهم، راه كميه كافيه بزاف، وغادي تبقاي تناولي من هاد الكميه هذه واحد المده طويله. غير هاد الخروب اختي خاصك تمضغيه مزيان بعد ما غادي تغسليه. غادي تاخذي قرن واحد في الصباح وقرن واحد اخر او ثاني في المساء. واذا كان عندك في الامكان ديالك اختي تشري الخروب هذا، غادي تنظفيه مزيان عندك في البيت، ومن بعد غادي تديه عند بائع التوابل ويطحنوا لك مزيان في المطحنه اللي كاينه عنده في المحل. الا خديتي اختي هذا الخروب هذا على شكل بودره، بالنسبه لطريقه تحضير الوصفه ديال هذا المشروب ديال الخروب، غادي تاخذي معلقه كبيره من البودره ديال الخروب، غادي ديريها في واحد الكاس وتصبي ليها الماء المغلى، وغادي تغطي اختي المشروب ديالك كما العاده وتخليه لمده ديال 5 دقائق. هذا المشروب كيجي حلو ولذيذ، كيكون هذا الخروب هذا غني بسكريات طبيعيه، لا ما تحتاجي تضيفي السكر على هذا المشروب. صافي اختي غادي تشربي هذا المشروب هذا ديالك بعد ما يولي دافي. هذا المشروب اختي غادي تشربيه مره في الصباح وعاوتاني مره في المساء، جوج الاكواب من هذا المشروب هذا في اليوم بنفس طريقه التحضير بشكل يومي. المهم اخواتي اخواني على حسب الاختيار ديالكم. بالنسبه لطريقه الاستعمال، اما قبل او بعد الاكل، الا خديتو هذا المشروب هذا بعد الاكل غادي تنتظري اختي او اخي واحد شويه اللي غادي تشرب هذا المشروب ديالك، يعني ما بين الوجبه ديال الفطور والوجبه ديال الغداء. وفي المساء ولما تنعسو غادي تاخذوا كاس اخر من هذا المشروب هذا. واللي ما بغاش يحضر مشروب ممكن تبعوا واحد الطريقه اخرى، غادي تاخذي اختي معلقه من البودره ديال الخروب غادي توضعيها في الفم ديالك وشربي عليها الماء يكون دافئ. حتى هذه طريقه سهله بزاف ممكن تتبعوها. هذه الوصفه هذه اخواتي غادي تتبعوها لمده ديال 7 ايام حتى 10 ايام، وبالتاكيد غادي تلاحظوا واحد التغير كبير وتحسن كبير باذن الله. ما عليكم غير تجربوا هذه الوصفه هذه، وبالخصوص الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل ديال القولون العصبي او المزوي، ولا المشكل ديال الامساك او الاضطرابات اللي كتكون في الجهاز الهضمي والمعده بصفه عامه. هاد الوصفة اخواتي اخواني مستعملة منذ القدم، كنتمنى منكم تجربوها. وبالنسبة للناس اللي عندهم حساسية من الخروب ولا ما كيوافقهمش ما يستعملوش هاد الوصفة هادي، استغناو ليها. وممكن اختي او اخي تعوض هاد الوصفة هادي بوصفة اخرى طبيعية الا ما قدرتوش تناولوا هاد الخروب هذا كان كيأثر عليكم ولا كيضركم. وبالنسبة للأخوات والإخوان اللي ما يقدروش يشربوا داك المشروب قبل الأكل، قبل وجبة الإفطار ما يقدروش عليه يشربوا، كما قلت لكم غادي تخليوا هذا المشروب هذا من بعد الأكل، ماشي مشكل. غير خاصكم تنتظروا واحد شوية من بعد ما غادي تناولوا الوجبة ديالكم،
اللي غادي تحضروا هذاك المشروب هذا ديال الخروب وتشربوه يكون دافئ. الا ما كانش عندكم البودره ديال الخروب ماشي مشكل، غادي تناولوا قرن واحد من الخروب مره بالصباح ومره ثاني في المساء، غير خاصكم تمضغوه مزيان عاد باش غادي تبلعوه. ومن الاحسن اخواتي تاخذوا الخروب هذا يكون مطحون على شكل بودره. والمرأة الحامل ولا الناس اللي متبعين شي علاج طبي ممنوع ليهم يستعملوا هذا المكون ديال الخروب حتى يستشيروا مع الطبيب ديالهم. كنتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه ديال اليوم وتردوا لي الخبر في قناه التعليقات باش تشوفوا الفائده. وكنتمنى هذه الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، الى عجبتكم ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي مازال ما اشتركوش كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.